قدره أو اختياره أن يقف على خشبة المسرح ليتلقى الهجوم غالباً وتصفيق الجماهير أحياناً. البعض بيعتبره دونكي شوت اللي بيحارب طواحين الهوى بسيف من خشب في رحلته للبحث عن الحقيقة. الكاتب إبراهيم عيسى على المسرح. لو الحياة مسرح، مسرحية أستاذ إبراهيم عيسى اسمها إيه؟ الدنيا لما تضحك، مسرحية لإسماعيل ياسين لطيفة جدا ومعبرة، إن الدنيا لما بتضحك بتضحك ولما بتغم بتغم وتجيب آخرها يعني. إيه السمة الغالبة على روايتك؟ التأمل، محاولة التأمل، التفسير، القراية من وجهة نظر مختلفة، الاختلاف ده يمكن الحاجة الأهم في روايتي يعني، أو ما أعتقد ذلك أو أظنه، لأن الإنسان قد يظن في نفسه ما ليس فيه. التراجيدي والعبث مكانه قد إيه؟ التراجيدي واخد مساحة كبيرة، العبث موجود ولا شك، بس التراجيدي قد أشارك في صنعه، أما العبث فهو مصنوع خلقة. بتنسى الحاجات بالضحك؟ طبعا بنسى الحاجات بالضحك، وكان في جمله رائعه جدا وودي ألن الفنان الامريكي الاشهر طبعا، المخرج والمؤلف والممثل، فبيقول ننزع الضحكه من فم الايام السود. فاتصور انه دي حاجه، وكمان رغم انه ليلى فنان امريكي لكن رايي انها خاصيه مصريه صميمه وحميمه حقيقي. احنا بنضحك في الجنازه حقيقي. احنا بنضحك في العزاء. انت جاي تعزي ولا جاي تهرج؟ في الاغلب هو جاي يعزي، بس لا مانع من التهريج للتخفيف عن العزاء. يعني انا عمري ما شفت، اظن اتصور يعني، مجتمع وهو يعني قاعدين بعد ما يدفنوا صديقهم او قريبهم، فيبقى كل حوارهم حوالين طرائف هذا الميت واللي حقيقي. عملوا فاكر لما الله يخرب عقله لما حصل ايه، ويقعد استنطاق ليه تجارب الضحك في حياته والمواقف اللي عملها وخلت الناس كلها تضحك، ويقعدوا في اللحظه دي بنضحك وناكل. فاعتقد ان احنا قصاد شعب قادر على انه يواجه اي شيء بالضحك، السخريه، التهكم، لان تاريخ بيقول يعني انه حمول، شعب حمول. على عكس الضحك، قلت انك لما سمعت اغنيه مارسيل خليفه احن الى خبز امي بكيت. انا مش بكيت، انا نهنهت، أنا قعدت أبكي على المسرح. كنت قاعد بيغني مارسيل خليفة وأنا في المقاعد الجمهور، وخرجت من المسرح وأنا ببكي بينما الأغنية مستمرة، لأنه الوقت ده الأغنية أولا مؤثرة جدا، محمود درويش شاعرنا العظيم طبعا، فضلا على أنه الفترة دي كنت لسه والدتي متوفية منذ أسابيع، وأنا مريت بمرحلة صعبة جدا يعني من الألم النفسي والإحباط والاكتئاب بعد وفاة أمي بشكل قاسي. كنت متعلق بيها قوي؟ ولا زلت متعلق بيها حتى الآن، لسه بتبكي عليها لحد دلوقتي؟ ولسه ببكي حتى الآن على أمي. لكن أنا عايز أقول لك حاجة فيما يخص أمي تحديدا. والدي الله يرحمه توفى بعد وفاة والدتي ب 17 سنة. ال 17 سنة يا منى، 17 سنة كل يوم أبويا بيصلي صلاتين للصلاة الخمس، صلاة له وصلاة لأمي. يعني فعشان تعرفي امي كانت عامله ايه في ابويا وفيا وفينا كلنا يعني. لكن بالنسبه لي انا امي كانت يعني اكبر كتير، كمان اعمق اكتر من فكره الام يعني. الام والمعلمه والمربيه والمثل والراويه، لانها اول من علمتني احكي اسرد. امي كانت حكاءه مذهله يعني. كان ابويا يجي من المدرسه، ابويا مدرس لغة عربية، وأعتقد أنه كان أعظم مدرس لغة عربية في المحافظة المنوفية وفي منطقتنا كلها في أوسنا. فكان يجي فتحكي له ما حدث في اليوم، فأنت تسمع أمي وهي بتحكي حكايات الأهل والشارع والتفاصيل بطريقة فيها حكي مذهل، تستمتع وتهتم رهيب، والتقاط التفاصيل. وهي أمي برج عقرب وأنا برج عقرب، فبرضه فينا من الصفات التي تجعل يعني الأم ليست أمم فقط بل يعني أم. وهي أنا طفل غريب جدا، أنا لما أشوف حياتي وأتأملها كده أنا طفل لم يضربه أبوه ولا أمه في حياته ولا بصابعهم، ما فيش مرة ما شوف يعني أبويا ما عمليش كده برضه. طب وفي المدرسة؟ في المدرسة حصل عقاب مرة واحدة. أكيد أكيد حضرتك كنت طفل متمرد. متمرد، لكن العقاب كان عقاب جماعي. أنت عارفة حكاية الظلم يعم ده؟ الحسنة تخص والسيئة تعم. مش فاهماها للنهارده. مريض. حقيقي. فبرضه حصل فوضى كده في الفصل، فقال لك يضرب الفصل كله، فأنا اتضربت على إيديا مرتين هما بس بخرزانة المدرس. كان الأستاذ مشيل مدرس الرسم اللي هو أعشقه عشقا حتى الآن، يعني هو اللي علمني الرسم كمان يعني. وأول مرة أعرف برضه إن الرسم مش بس ممكن يكون موهبة، لا وممكن تدريب. أنا خدت 18 من 20 في الرسم، ما كنتش أعتقد إن أنا ممكن أبقى رسام يعني لدرجة 18 من 20. فدي المرة الوحيدة في المدرسة. لكن كمان برضه حاجة غريبة جدا بمناسبة العنف، يعني أنا عمري كطفل صبي غلام شاب يعني راجل كبير في السن عمري ما اتخانقت. أنا الطفل الوحيد تقريبا ممن أعرفهم في حياتي. ما هو أستاذ إبراهيم عيسى مش هيتخانق بإيده أكيد إطلاقا، لا. ما هو أستاذ إبراهيم عيسى ده ممكن ما يتخانقش بإيده، لكن في غيره قدامه يتخانق بإيده. يعني أنا أقصى عنف وجه ليا وإحنا أطفال وصبية يعني، واحنا بنلعب كوره حد اتضايق من اللي انا عملته يمكن او كده، فخد مني النضاره ومشي يعني. شد مني النضاره، كانت عقوبه فظيعه طبعا. اقصى عقاب. لكن في المحصله عمري ما اتخانقت، عمري ما تشاجرت مع حد واشتبكنا بالايدي. ده جزء منه يعني. ان حضرتك ما تربيتش على العنف او بالعنف. جايز جدا طبعا. يعني القراءه النفسيه له تستحق تامل يعني. انا دلوقتي يعني اقارب التاسعه والخمسين، اقدر اقول لك انه لم اشهد اي خناقه، واتمنى انها تكمل بالستر كده وتمسك القلب بعد كده. يا رب امين. حد يقول لك الراجل ده ما اتخانقش قبل كده بخش فيه، فيعني سهله. على سيره الوالد، كان استاذ لغه عربيه ازهري. هل كون حضرتك تربيت على يد رجل ازهري ده ليه علاقه باهتمامك بالفكر التنويري او بالتجديد الفكري وبكثره الاطلاع في الاتجاه ده؟ له علاقة في الدين تحديدا، علاقة أكيدة وثيقة تامة. لأنه والدي مش بس شيخ أزهري، والدي من متفوقي كلية اللغة العربية في جامعة الأزهر. وإحنا عندنا صورتين في البيت كده لغاية دلوقتي في بيت العيلة يعني في قوسنا، صورة لوالدي وبالعمامة الأزهرية وتخلى عنها لما دخل التربية والتعليم والصورة الثانية وهو يرتدي ملابس الجندية رغم إنه ما اتجندش، بس هو تطوع في الدفاع الشعبي في بورسعيد في العدوان الثلاثي. فالصورتين دول يعني كانوا هما تاريخ أبي. لكن في حقيقة الأمر أبويا من اللحظة الأولى، من وأنا عمري سنوات يعني يدوب بعرف وأتعلم اللغة يعني، كان يشاور لي على كتب التراث ويقول لي هات لي، هات البخاري، هات في الرف الأولاني هات لي الزمخشري، افتح القاموس المحيط. وهو راجل متنور جدا، شأن الأزهر الحقيقي. متنور جدا، متفتح للغاية، متسع ومتسامح لكل الآراء. يعني تخيلت انه لا، انه أزهري صميم هيكون آراءه عكس تماما الآراء اللي بيدعو ليها أستاذ إبراهيم عيسى، يعني تراثية أصولية مثلا. لا، أنا كل ما أقول وقلت في حياتي هو ما تعلمته من أبي، بس أكيد مش لدرجة مثلا نقد البخاري. لا، هو أنا ما حدش بينقد البخاري، إحنا بنتكلم فيما يخص إحكام العقل والمنطق والقرآن فيما روي في البخاري. يعني كانت آراءه مشابهة لآراء حضرتك؟ لا، أنا عايز أقول أنا اللي آرائي كانت مشابهة لآراء العائلة والقرية. كانوا بيستقبلوا أفكار إبراهيم عيسى إزاي؟ أهلي وقرايبي عارفيني شخصيا يعني، فمهما قلت من آراء أثارتكم جميعا أو تجادلتم حولها، أو هم عارفين من الذي يتحدث، عارفين يعني. بس احنا طبيعتنا يا أستاذ إبراهيم في تابوهات معينة القرب منها قنبلة موقوتة. أقرب الناس ليك هيفرقع في وشك يعني بأقل مجهود من أقل جملة في مناطق معينة أقرب حد ليك. خسرت أصدقاء بسبب آرائك. ما حدش من أقرب الناس ليا فرقعوا في وجهي قناة، رغم أن أنا مهدد بالقتل يعني طول الوقت، بس دول مش أقرب الناس الحمد لله. دول أبعد الناس بعداً يعني، لكن أقرب الناس كانوا محترمين جدا لآرائي وأفكاري ويختلفوا. وأهل القرية ككل كانوا متقبلين ومتفاهمين ومستوعبين. يعني أتصور طبعا ده شيء متحضر جدا، أكيد فيه جزء كبير. لا، الشعب المصري متحضر جدا على فكرة في جوهره، لكن هي الفكرة في الغمامة اللي بتعملها حملات الكراهية والحاجات دي، واللي تسوق بعض الناس عن طريق يعني، لأنه مثلا الاتهامات يعني أصل ده مقاطع أبوه، كلام موجود في المجال الإلكتروني. أنا وأنا بقرأ لقيت الشيخ محمد سعيد رسلان بيقول إن والد حضرتك كان بيتبرأ من آرائك على منبره في المسجد. طب شوفي الناس اللي والدي كان إمام المسجد، هو اللي بيصلي بيه. لا، لو في مواطن سمع أبويا بيقول الكلام ده يعني يقول لك بيقاطع أبوه. يعني أنا علاقتي بأبويا الله يرحمه يعني كل ما أعيشه الآن هو من فضل دعاء أبي وأمي ورضاهم عني. فيعني كل دي اكاذيب واضاليل تبدو بقى عند المواطن العادي بقى اللي في البلد عندنا تخاريف، ده ناس مجانين دول، ايه الكلام المجنون اللي بيقولوه ده؟ اخت حضرتك ما زالت منقبه؟ اختي لا زالت لحد النهارده؟ صحيح، لا زالت اختي منقبه حتى الان، لكنها حتى الان يعني هي نفسها التي كنت أعرفها وأحبها، ولا زلت أحبها وأعرفها، حب الحياة ويعني والرغبة في الانفتاح على الناس كلها، والقبول للآراء والاختلاف، والقبول لآرائي واحترام هذه الآراء، وقبول لهجومك وكل شيء. وأنا والدي أساساً استاء كثيراً للغاية من ارتداء النقاب، والنقاب لا في الإسلام ولا في الدين ولا له أي علاقة يعني بأي فرض من أي الفروض. يعني نقدر نحطه في سياق الفضيلة؟ ولا نقدر نحطه في أي سياق، ولا الزي له أي علاقة بالفضيلة أساسا. يعني الزي شيء لا علاقة له لا بالدين ولا بالأخلاق ولا بأي حاجة. إبراهيم عيسى وهو بيلعب أدواره على مسرح الحياة في روايته هو، إيه الأقنعة اللي بيستخدمها؟ إيه الأقنعة اللي بيخفي وراها ما يريد إخفائه وبيستخدمها في اللي هيحقق مصلحته أو نشر أفكاره؟ أنا يعني أشد بلاها وسذاجة إن أنا أعرف أرتدي قناعاً. أنا تكشف قناعة في ثانية. في أقنعة بيتهم إبراهيم عيسى باستخدامها، هنتكلم عنها بعد ما تقول لي مونولوج التحول في حياة حضرتك، اللحظة اللي مرت عليك وأخدت موقف مختلف وتغير طريقك في الحياة وبقت هي دي سكتك للنهاية وانتصرت لنفسك فيها. فاكرها؟ لا، مش فاكرها لأنه مفيش لحظة بعينها، لأن حضرتك عملتها بدري قوي. في منهج، من الأول خالص، اللي هو إنك أنت مش أسير أفكارك. يعني أنا عندك فكرة مقتنع بيها، لكن يثبت لك تلاقيها متناقضة، يعني ضعيفة، في حجج كتير ضدها. ده بيخلي حضرتك تغير في أفكارك وقناعاتك كتير؟ طبعا، لازم ده نوع من الفرض على أي مفكر أو صاحب فكر، يعني إنه يعيد النظر ويجدد في أفكاره، لأنه بتتسع معلوماته، إدراكه، نضجه، خبراته في الحياة. ده بيؤخذ على حضرتك أحياناً، عشان كده مثلاً قلت إنه حضرتك بتتهم ساعات باستخدام قناع مثلاً التحول. مفيش تحول، مفيش إنه يتحول من الدفاع المستميت عن قضية أو رأي ويبقى بيهاجم نفس القضية ونفس الرأي، ثم يعود أو لا يعود وهكذا. أنا مش عارف تحولت من أني رأي إلى أني رأي، لكن اللي أقدر أقوله إنه أنا ممكن جدا 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 تتحول في الرأي والموقف، إنما لا تتحول في المبدأ. يعني مثلا فليكن يعني لو احنا عايزين نتكلم في السياسة، فأنا أقدر أقول لك مثلا إن أنا وأنا عمري 18 سنة كنت أمين نادي فكر الناصري بجامعة القاهرة، نائب رئيس. والنهارده حضرتك بتهاجم عبد الناصر. طبعا، لا مش النهارده بس، من زمان، من شويه حلوين. لكن هل معناه ان ولد عمره 18 سنه بالظبط 18 سنه او 18 سنه وشويه ناصري فيفضل أسير ناصريته وهو شاب عمره 18 سنة رغم ما يتكشف له وهو قاعد يقرأ في التاريخ ويقرأ في السياسة ويشوف التجارب الإنسانية ويسمع من الشهود ويشوف من الوقائع والحقائق. فالمفروض إنه لأ، أنا يا جماعة قلت على نفسي ناصري فما ينفعش أغير عكس التطور وأقول ده جنود، ده جمود، ده جمود يستحق يعني. طب يعني لو عمل مواطن عادي أو فرد عادي هو حر، إنما يعمله حد بيقول على نفسه إنه الفكر قضيته، إنه مخاطبة الرأي العام، وإنه يعرض آراءه وأفكاره للناس، وإنه يحاول يغير في منظومة أفكار بلده، فيظل مشلولاً عند فكرة لمجرد إنه اعتنقها في وقت من الأوقات أو رأى أنها صحيحة في وقت من الأوقات، هذا جنون. عن تغير الأفكار وتحول المواقف هنروح من الفصل الأول للفصل الثاني مع أستاذ إبراهيم عيسى. وسط الرواية عادة بيبقى فيه صراع رأسي مع الأقدار، أفقي مع الأشخاص والظروف والمحيط، أو صراع بين البطل ونفسه. في حياة أستاذ إبراهيم عيسى هبدأ بالصراع اللي ليه علاقة بقناع التحول اللي هو بادئ فعلياً من مرحلة روز اليوسف، كتاب عمائم وخناجر وأفكار مهددة بالقتل. كتابين عملوا ضجة، وكنت حضرتك بتهاجم الإسلام السياسي بشكل عنيف جداً. بعدين بنيجي لمرحلة تأسيس الدستور، الإصدار الأول لجريدة الدستور. أصبح أستاذ إبراهيم عيسى يعني كان بيقال إن الدستور دي متأجرة مفروش للإخوان المسلمين. من 2004 تحديداً حضرتك كنت داعم ليهم جداً بما فيهم حماس. أولاً موقفي من تيار الإسلام السياسي لم يتغير في أي يوم من الأيام. طيب ومش بس عمائم وخناجر وأفكار مهددة بالقتل، ده في الحرب بالنقاب، في الحرية في سبيل الله، في مجموعة مقالات كثيرة أنا أتمنى أن أنا يعني أعيد طبعها مرة أخرى لأنه في جيل بالكامل ما قراهاش. لا يوجد سطر واحد دفاع عن تيار الإسلام السياسي ولا عن الإخوان المسلمين. كون إنه الدستور كان يكتب فيه الإخواني والماركسي والملحد والناصري والليبرالي كان مفتوحاً للجميع. طبعاً كان في إخوان وكان في قيادات، عرفنا بعد كده إن هم قيادات كانوا بيكتبوا. عصام العريان كان بيكتب في الدستور، وأظن عماد فتوح كتب أكثر من مرة، والراجل دي قصة لطيفة بقى محدش عارف بقى بيشتروا دعماً للدستور، كان دعماً ما أعرفش بقى حكاية دعماً للجورنال اللي بيكتبوا فيه وبيلاقوا فيه مساحتهم، إنه اللي بيروحوا يشتروا والمفروض إنه بيدافع عنهم كمان. المفروض إنه اللي بيروح يشتري الجورنال ما أعرفش هو بيطلع بطاقته أو عضويته في الإخوان عشان نعرف إنه كان إخواني ولا لا، دي قصة ما أعرفهاش. أنا أعرف كويس قوي فكرة اتهام الدستور بأنها مولت من الإخوان. لا، ما هم كانوا بيمولوا تمويل غير مباشر بشراء أعداد كبيرة جدا من طبعات الجورنال. منين بقى؟ أولا يعني وصل إنه وصل ل 20,000 نسخة تشترى بالأمر. ممتاز، ده كلام ممتاز. إيه بقى دليله؟ يعني إيه دليله؟ هل باعت الصحف وقتها كانوا بيشوفوا أسماء الإخوان وبيكتبوها فاشترى النهارده 50 إخواني من فرشة الأصل العيني؟ لا، فيه صحفيين سابقين في الدستور قالوا ده. صحفيين سابقين في الدستور يعرفوا منين؟ ما هو برضو دي قصة لها علاقة بالإدارة وبالتوزيع. ما هو كانت الجريدة الوحيدة يا أستاذ إبراهيم اللي ممكن يكتب فيها إخوان. بالعكس، ما كان يعني لا، ده كان بيكتبوا، كانوا واخدين مساحة كبيرة جدا في الدستور، كانوا واخدين مساحة كما غيرهم من 2004 ل 2010 تحديدا كما غيرهم تماما. كانوا يعني، لكن خليني اوصلك للناحية الثانية، إنه مثلا إحنا كنا بنبيع في أعلى أرقام توزيع الدستور كان 150,000. هل بتعتقد ان في 150,000 اخواني بيشتروا جورنال؟ يبقى انتم بتعاملوا على ان الاخوان الشعب المصري، ده جنون. يعني هذا يعني هذه امور. ثم ما الدليل؟ الدليل ان احدا قال، طب ما قال ما يقول، بيقولوا اي حاجه، ما هو قالوا عليا انا. ازاي الرجل المفكر اللي بيحارب وبيهاجم الاسلام السياسي اللي هو كتب الكتب دي، لما اسس جريده بقى بيكتب فيها الاخوان ومديهم فيها مساحه كبيره جدا، ويعني بيدعم ان هم ياخدوا فرصه وبيدعم ان هم يكون ليهم راي وتواجد. مساحه كبيره جدا دي مساله محتاجه يعني تدقيق. هم كانوا واخدين مساحه كما اي مساحه لاي تيار سياسي موجود. ممكن تديهم النهارده مساحه في اي شيء حضرتك مسؤول عنه، سواء جريده او برنامج او ما شابه؟ لا، ما هو ليه بقى؟ يعني ليه زمان اخدوا ودلوقتي لا؟ ممتاز. ليه زمان؟ لان هم قدموا انفسهم زمان باعتبارهم تيار محافظ تقليدي، انا ضد كل اللي بيقولوه وضد الجماعه من اولها لاخرها، لكن هم بيقولوا وقتها في وقد خدعوني كما خدعوا الكثيرين، يعني انه كما خدعوا نصف الشعب المصري اللي انتخب محمد مرسي. وان كنت انا هرجع اقول لك تاني ازاي ان هم ما كانوش بيمولوا ولا كانوا بيشتروا الدستور، بدليل انه انا لما خدت هذا الموقف الحاد بعد 2011 ضدهم وبقيت ابو حمالات، يعني اللي قاعدين يهاجموه ويقولوا عليه ابو حمالات، لم يجرؤ واحد فيهم انه يقول ده احنا مولاهم، ده الشيك كذا، ده احنا صرفنا عليه كذا، ده كان بياخد مننا كذا. مستحيل. بس هم ما قالوش ده على حد، حتى اللي مولوهم بجد ما اعرفش مين اللي ما قالوش ده على حد تاني، محدش عارف. بمجرد ما هذا التيار يعني بدا واضحا جدا انه عصابه وليس تيارا، انه خائن ولا علاقه له بالوطنيه، انه مخرب مدمر في المجتمع المصري، انه كارثي، وانه يعني يعمل بكل ذرة في كيانه على خلق دولة داخل الدولة وعلى عمل فتنة وصراع أهلي في مصر. أظن أنا كنت من أول الأصوات، إن لم أكن الصوت الوحيد تقريبا في وقت من الأوقات اللي أعلنت بوضوح يعني إن هذه جماعة غير وطنية، وكنت ضدها بشكل وصل إلى حد التهديد بالقتل ووضع حراسة ليا، وصل لدرجة حصار مدينة الإنتاج الإعلامي وكان صوري معلقة مشنوقا كما زملاء آخرين على بوابتها. يعني وصل بقى كل اللي الناس يعني متابعاه حتى الآن من حملات من الإخوان ضد ما أكتب أو ما أقول أو ما أحكي، حتى لو بعمل فيلم ولا بعمل رواية ولا بعمل مسلسل، فحملاتهم لا تنقطع وهجومهم لا ينقطع. وده وزي ما بقول لك لو احنا كنا يعني نتفق في شبر من الآراء ما كان حدث هذا الخلاف العميق الواضح الكامل الكلي مع هذه الجماعة اللي أنا بعتبر إنها هو في شبه اتفاق زمان. بس حضرتك معترف إنك خدعت في شبه اتفاق زمان على إنه هم تيار سياسي يميني محافظ وناس تخلوا عن العنف، وكانوا أعضاء في حركة كفاية اللي أنا كنت عضو فيها، وكانوا موجودين في الجمعية الوطنية للتغيير اللي أنا كنت بأيدها، وكانوا موجودين في المشهد السياسي، وكانوا موجودين مع كل التيارات السياسية، وكانوا قاعدين على مائدة السيد عمر سليمان كما غيرهم في المفاوضات بعد 2011. ولا أريد أن أفيض في هذا كثيرا لئلا أريد يعني أن أنكأ جروحا أقول فيها إنه الدعم الحقيقي للإخوان كان في فترة مبارك، كان من نظام مبارك نفسه، مش من إبراهيم عيسى اللي دعم هذا التيار واللي خلاه أغنى تنظيم في مصر في 2011 كان، وأقوى تنظيم في مصر، واللي مسيطر على النقابات في مصر كلها. ما حدش يجي يسألني أنا مين، يعني الدولة المصرية ومؤسسات الدولة المصرية قولا واحدا. يعني أنا فيما يخص تجربة الدستور، وأنا أصر وأعتز بها حتى الآن، إنه كنت أفتح صفحات هذه الصحيفة في روحها الليبرالية لكل الناس. حضرتك عارف إن الكلام ده يضر بالقضية دوليا، أنت منتصر في قضيتك أمام العالم عشان أنت ضحية، عشان أنت متبهدل. أستاذ إبراهيم عيسى أستاذي، لكن مش أهم من ديني. علاش إيه؟ الراجل خلاص، الراجل مطلع على الصدور. أيوه، بس هم ما كانوش بيخضوا الناس في آراء دينية وفي شخصيات. الدكتور يوسف إدريس خض الناس إلى حد شيخ شعراوي يعني هاجمه هجوما شرسا. لهجة حضرتك حماسية عالية وممزوجة بالحدة وأحيانا بالسخرية وبالتهكم. بتقصد الآراء والمانشيتات تخرج من حضرتك بشكل جدلي. أنا لا أسمم الناس. نفس اللهجة دي في الصحافة عملت أزمتين كبار جدا. في المانشيت الأولاني قفل الجورنال، صح؟ قفل الجورنال. والمانشيت التاني جاب لحضرتك قفلني.